تتألق وجهة السيف خلال موسم الشتاء بفعالياتها المتنوعة ضمن برنامج مهرجان السيف على خور دبي، والذي يقدم العديد من التجارب الترفيهية العائلية والعروض الحية، إضافة إلى عودة أضواء دبي إلى الوجهة المائية لتحول أضواء النيون الرائعة سوق السيف والسوق الذهب إلى أرض عجائب مليئة بالإيجابية والإلهام. ومن بين أبرز معالم أضواء دبي هذا العام هي مجسمات شخصيات أنوك العالمية، والتي أسرت الزوار بعروض الضوء مستمدة إلهامها من الهندسة المعمارية والتاريخ القديم للسيف. نحن في قرية السيف التراثية، إنه مكان جميل للغاية ومزدحم للغاية في فترة أعياد الميلاد، والأجواء هنا لطيفة جدا. نحن نقدر دبي حقا لأنها توفر الترفيه الجيد بالنسبة لنا للاستمتاع، فالخيارات والمطاعم متعددة، لذلك نحن نستمتع بهذه الأجواء حقا مع عائلاتنا. مهرجان دبي بالأخص كثير مميز ومتطور، وفي شغلات حلوة، يعني ما في وقت الواحد ليغطي هذا شيء حلو يعني. بشكل عام الإمارات مميزة بهال المهرجانات وبالترتيبات هذه اللي حلوة، مبسوطين. وهناك أيضا شجرة احتفاليات ضخمة بارتفاع 39 مترا، وتتزين بأكثر من 30,000 قطعة من الزينة، وهي مضاءة بأكثر من 6,800 ضوء.